السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفع مقابل دخول محطات القطار لغير المسافرين إلى 3 جنيه. أعلنت هيئة السكة الحديد تحصيل 3 جنيهات مقابل دخول محطات القطارات لغير المسافرين اعتبارا من 12 سبتمبر الجاري بدلا من تحصيل 1 جنيه. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس 16/9/2021 أن مسمى التذكرة التي يجري تحصيلها من غير المسافرين تسمى تذكرة رسوم انتظار الرصيف التي يجري تطبيقها على المودعين وليس على المسافرين في إطار حوكمة مرتادي المحطات داخل السكة الحديد، كما أن المسافر الذي يحمل تذكرة لا يجري تغريمه المبلغ بسبب انتظار القطار. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.